دكتور احمد دياب يحييكم ويتمنى لكم وقتا سعيدا. تريماتود، هناخد هيتروفيس وهناخد الشيستوما ان شاء الله باذن الله تعالى. هيتروفيس الهيتروفيس ديت عباره عن تريماتود بتصيب الفاينل هوست بتاعها المان، لكن الزفار هوست عباره عن الدب والكات والفيش ايتنج بيرد، كل ما هو ياكل السمك ممكن يجي له هيتروفيس. هابيتات سمول انتستين بتوين ذا فلاي، ليها تو انترميديت هوست، الاولاني طبعا سنين، احنا قلنا ذير از نو تريماتود وزود سنين، او الثاني ذير از نو تريماتود وزود سنين، لازم التريماتود يبقى لها سنين قوقع يبقى موجود في اللايف سايكل بتاعتها. هنا البيرينيلا كونيكا، السكند انترميديت هوست هو البوري والبولت اللي هو السمك. انفكتيف ستيج انسيستد ميت سيركاريا ان فيش ماسل، والجيوغرافيك ديستريبيوشن موجود في جمهورية مصر العربية لكنه موجود في بحيرات البرولس والمنزلة، بحيرات البرولس والمنزلة اللي هي بيبقى فيها البراكش ووتر، عشان القوقع بيعيش هناك، عشان القوقع بيعيش هناك. ادي ده القوقع بنسميه بايرينولا كونيكا، وبيبقى براكش ووتر سنيلز، وخلي بالك ان هو ليه خاصية ان هو بيعمل انجالفنج للايج، بيحصل هاتشنج داخل السنيلز، وده البوري والبولتي، بوري وبولتي دول هم سكند انترميديت هوست، وده شكل الهيتروفيس اللي احنا بناخده. سايكل ايج باس ويز ستول، ده اللي هي عباره عن دايجنوستيك ستيج، سولد باي براكش ووتر سنيل. خلي بالك البارين الكونيكا بتاخد الايج، ما بيحصلهاش هاتشنج ايج في البراكش ووتر، انما البارين الكونيكا بتاخد سولد للايج بتاعت الهيتروفيس التروفيش، وبعدين الميراسيديم يحصل له هاتشنج داخل السنيلز، وبعد كده يتحول لسبروسيست، وبعدين سبروسيست يتحول لريديا، وبعدين يطلع لي في الاخر لوفو سيركاس سيركاري. لوفو سيركاس سيركاري دي تعمل بنتريشن للفيش ماسل اللي هي البولتر والبوري، ويحصل لها انسستيشن في الماسل، وتديني انسستد ميت سيركاري اللي تبقى انفكتيف سي. من الصفحه دي بطلع الايج تبقى دايجنوستيك، و الانسيستد ميسر كاريا عباره عن الانفكتيف سيت في الفيش ماسك. ادي السايكل، ادي المان، وادي الانيمالز اللي هي فيش ايتنج مامالز، والايج بتنزل بالستول ما يحصل لهاش هاتشنج، انما انجلفت بالسنيز تطلع سيركاريا، سيركاريا تعمل بنتريشن للسكن، للسكن بتاع الفيش، وتتحوصل داخل المصل بتاع الفيش، يجي الحيوانات دول والانسان ياكل الفيش اللي فيه انسيستد ميت سيركاريا، يصاب بالهيتروفيس هيتروفيس. يبقى الانفكتيف سيج اللي عباره عن انسيستد ميت سيركاريا، والدياجنوستيك سيج عباره عن الايج. When infected fish are eaten insufficient cooked ميت سيركاريا are released in the duodenum، وتتمسك في الوول بتاع السمول انتستين، وتديني adult metamorphosis into adult خلال 7 ايام او اسبوع. باثوجينيسيس اند كلينيكال مانيفستيشن، نتيجه الوضوح الاضل في السمول انتستين ممكن تعمل لي اريتيشن للميوكاس ميمبرين، ولما يحصل اريتيشن هتعمل لي تزود الاستاز، فتعمل لي دياريه، وتعمل لي كوليك، وتعمل لي انتستاينال بيت. لو ان كميه البلاد نازله كتيره ممكن تعمل لي بلاد دياريه. المشكله في الايج، الايج عشان هي سمول سايزد ايج وليها نو بلاك سيكنس بسيط كده اهوت، وموجودة بتوين ذا فلاي في السمول انتستين، المنطقة المليانة بالبلاد دي ممكن بس على طول انتو جنرال سيركوليشن سو ذا انتستينال ابريفيشن كوز باي سترونج سكيلز، وزي ما يريش تو كابيلاريز اوف هارت اوف برين سباينال كورد، ممكن تعمل لي هنا اكتنج اسمبولاي، ودي كمين كومبليكيشن. خلي بالك رغم ان الهيتروفيس دي موجوده في السمول انتستين، الا ان الايج ممكن بتاعتها تروح للجنرال سيركوليشن وتعمل لي اكتنج اس امبولاي. خلي بالك ايج اوف هيتروفيس اكتنج اس امبولاي. الدياجنوزس بتاع الهيتروفيس كاركترستيك ايج بالستول، الايج بتبقى سمول يعني السايز بتاعها 15 في 30 مايكرون، دارك براون اوباركوليتد وذ نو بلاك سيكنز اون اوبزيت سايد، سيك شيل اند كونتين ماتيور ميراسيديم. التريتمنت برازي كوانتيل ممكن
يبقى هو دراج اوف شويس بالنسبه لها. البريفنشن بروبر كوك اوف فيش فريزنج فور 1 تو داي كيل ذا ميتا سيركل. الموضوع الثاني وفي غايه الاهميه وهو اللي بيهمنا قوي لانه احيانا بيبقى انديميك في مصر اللي هو بلاد فلوكس او فاميلي شيستومياس. ان ايجيبت تو سبيشيز اوف ميديكال امبورتنس شيستوما هيماتوبيوم تعمل لي يوريني شيستومياسيس، شيستوما مانسوناي بتعمل لي انتستاينال شيستومياسيس، شيستوما هيماتوبيوم الهوست مان هابيتات الادلت موجوده في البوردلتين لكنها بتروح في البلفيك فليكس. الانترميت هوست قلنا لازم يبقى فيه سنيز وهو البولينس ترانكيتس سنيز. الانفكت ستيج توركو سيركا سيركايا وموجوده اول اوفر ايدي. ادي هنا ده الميل شيستوما هيماتوبيوم وده الفيميل شيستوما هيماتوبيوم وده الميل والفيميل شيستوما. خلي بالك احنا قلنا التريماتود هيرمافرودايت اكسبت مين؟ برافو اكسبت الشيستو لان فيها ميل وفيميل. وادي الفيميل اهو ادي الميل في الجينو كفر الكنال. وادي عندي السنيز اللي هو كفيرس انترميت هوست ودي الاج بتاعت الشيستوما هيماتوبيوم والسباينز بتاعتها واضحه اهي تيرمينال سباينز والسيركو سيركاس سيركاريا. اللايف سايكل بتاعتها عباره عن سيكشوال سايكل في الهومن بتتم الميل ورم كاريزا في ميل الجينيكو في المنال. الميل بياخد الفيميل في الجينيكو فور الكنال في قناه الاحتضان بتاعتها وتقول له مشيني اجينست بلاد ستريم يشيلها ويمشي يمشي اجينست بلاد ستريم لغايه لما يوصل لاديا او سمولر كابيلز موجوده. الميل يعمل بلوك للبلاد فلو وتنزل الفرايزد فيميل باس تو سمول فينيول دريننج تو يوروجينتال سيستم عشان تعمل اوفي بوزيشن. الفيميل ورم ستارت لاينج الايج ان ذا فيزيكال بلكسس اراوند ذا بلادر وبعدين الايج ليف ذا هيومن بودي ويز يورين. الايج ديت لما بيحصل ان هي بتتحط في البلفيك بلكسس فبيحصل او بيحصل سكيوزنج للايج كده وتعدي وتروح ناحيه اللومن بتاع اليونا بلادر وتنزل مع البول وهي ونازله تخدش مع البول كده وتعمل لي مشكله في المشكله هيماتوريا وهي ونازله. Some eggs are swept back to the venous blood and deposit في الليفر والسبين. ممكن تروح الليفر وتعمل لي جرانيلوما في الليفر. ده الجزء اللي خاص بالهومن. وبعدين في الاسيكشوال سايكل اللي بتتم اوتسايد الهومن الايج هاتش ان فريش ووتر. الايج نزلت في اليورين ونزلت في الميه فعلى طول بيحصل لها هاتش. الميرسيديوم بيطلع ويعوم في الميه والميرسيديوم ده بيدخل القوقعه بنسميه بولنس ترينكيتس. في الاخر بيطلع لي فوركو سيركس سيركاليا اللي هي الانفكتيف ستيج اللي هي عايزه حد تاني تعدي. ادي السيركاليا اهي فورك سيركس السركان ممكن تعيش لمده يومين لكنها بتموت بعد كده لو ما لقيتش حد تعمله بنتريشن. بنتريشن اوف ذا هيومن سكين ستارت افتر جيتنج اوت فروم ذا انفكتد ووتر. سركاريا ليف زير تيل اوتسايد ذا هيومن بودي وبعدين يدخل البودي بتاع السركاريا ويمشي مع البلاد ستريم للرايت سايد اوف هارت وبعدين لللانجز وبعدين للليفر وبعدين بورتر سيركوليشن حيث ينمو بعد كده يديني الادلت سواء ميل او فيميل ويحصل التزاوج مره اخرى. وده ببساطه اللايف سايكل لو احنا حبينا نقولها تاني على الرسمه بتاعتها. تعالى ادي الميل وادي ادي المان المصاب بالشيستوما هيماتوبيوم. ادي الميل والفيميل موجودين بتنزل الايج. الايج بتنزل في اليورين بيحصل لها هاتشنج. الميرسيديوم ده بيدخل القوقع ده اللي هو السنيز بتاعها يطلع لي في الاخر سيركاريا. السيركاريا تعمل بنتريشن للهيومن وتكمل السايكل بتاعتها للمره الثانيه. طب ايه هي الباثوجينيزز والسيمتومز بتاعه الشيستوما هيماتوبيوم؟ اول حاجه السركاليا هي بتعمل بنتريشن يا بيه بتدخل من داخل السكين فبتعمل لي اتشنج وتعمل لي سنسيشن كده ان في بريكلينج سنسيشن يعني واحد بيقعد يهرش في جسمه كده اهوت. اول ما تطلع من الميه اللي هي موبوءه بالهرس هتلاقي نفسك قعدت تهرش كده على طول. الهرش ده معناه ان السركاليا بتعمل بنتريشن. والنمرة اتنين الايج لما بتنزل في اليورين تراك ذا ايري كومبلين بيرنينج ماتيوريشن
This urea accompanied with thermal hematuria. أول ما الإيج تنزل هي ونازلة كده في الوول بتاع البيرن بلادر وهي في اليوريثرا هي ونازلة بتعمل البيرنج ميكتوريشن وديسيوريا وتيرمينال من الهيماتوريا. ده الفيرست كاركتر بتاعت البلاهاش. يجي لك الواحد يقول لك يا بيه الواد بينزل نقطتين دم بعد ما يتبول كده. فالتيرمينال هيماتوريا دي كاركتر رئيسية من الأعراض بتاعت البلهرس البولي. The main pathological lesions are due to egg deposition in tissue. Some eggs are trapped in the mucosa of the urinary bladder. بعد الايج بعد شويه ما تقدرش تنزل urinary bladder فبتعمل لي زي الساند باتشز كده زي ما يكون في رمله تحت الوول بتاع urinary bladder وديت المشكله بتاعتها ان هي بتبقى تعمل لي مشكله بعد كده ان دي تبقى بريكيرسر لان يتكون urinary bladder cancer. Ulceration formation of papillomas of the wall of the bladder which may turn to malignancy وده اللي بيؤدي للماليجنسي. الليفر والسبلين يحصل له ممكن يحصل لهم فايبروز. لكن انا هراجع تاني كده على الباثوجينيس. اول حاجه من الباثوجينيس او الاعراض او السيمتومز اللي هي مهمه جدا في حاله الاصابه بالشيستوما هيماتوبيوم وهو البيرنج ماكتوريشن وتيرمال هيماتوري. على طول تبقى ديت الفيرست ساينس ل الشيستوما هيماتوبيوم. هنشخص ازاي؟ طبعا بالهستري. واحد ينزل الميه وعنده هستري وعنده جاي لك يقول لك ان انا في الكلينيكال مانيفستيشن ان في تيرمال هيماتوري. الاكزامينشن بتاع اليورين هتشوف الايج وشكل الايج والتيرمال سباين بتاعتها اللي موجوده ده بتشخص بيها. بنعمل حاجة اسمها هاتشنج تكنيك لما نخفف في اليورين في الورم ووتر ونشوف نقدر نشوف منها شكل الميراثيديم اللي موجود. في الكرونيك انفكشن الاميون دايجنوز بيبقى هو الأساس إن أنا بعمل إلايزا ونعمل ديتكشن للأجسام المضادة بالدايركت هيماتوجينيشن. ممكن نعمل بايوبسي من عينة ونشوف فيها الجرانيلوما اللي متكونه دي هل فيها بالهلس ولا لا، وممكن نعمل سيستوسكوبي ونعمل اكس راي وهكذا. احنا وبنشتغل هتلاقي في فرق بين الفايبل ايج والديد ايج، ودي بتفيدك في حاله ان انت تشوف لما يحصل تريتمنت هتلاقي لو القطط هتحط ايج ميته ان الايج بتاعت الفايبل ترانسليوسنت لكن الديد ايج بتبقى دارك وجرانيولار. الميراثيديم ممكن يتشاف هنا ما بنقدرش نشوف فيها الميراثيديم. في الفايبل ايج بتبقى محاطه بالاربسيز انما في الديد ايج ما بقاش حواليها اربسيز. الهاشنج فايبل متاه الميراثيديم انما هنا الديد ايج نوت هاش ما بيحصلهاش هاش. ده كله في الشيستوما هيماتوبيوم. طب تعالى كده نلمها تاني. الشيستوما هيماتوبيوم بتصيب الانسان بلاد باراسايت، خلي بالك انها بتبقى موجوده في البلاد لكنها بتنزل الايج بتاعتها وبتنزل في اليورين. الدياجنوستيك سيت بتاعها الايج، الانفكتيف سيت بتاعها السيركاريا، الفيرست ساينس بتاعتها عباره عن ايه؟ تيرمينال هيماتوري. النوع الثاني وزيه زي الاولاني هو عباره عن شيستوما منصوناي بيصيب المان، لكن الهابيتات بتاعته في البورتال فين؟ برضه القضب، لكن الاوفو بوزيشن بيبقى في الفين؟ في الميزنتريك بلكس. فين؟ في الميزنتريك بلكس. الانترميديت هوست بتاعها بين فلاريا الكسندريلا سنيل. القاعدة اللي بتطبق ان مفيش تروماتود الا موجود ليها سنيلز، فهي شيستوما منصوناي السنيلز بتاعها عبارة عن البيونفلاريا الكسندرينا، موجودة في معظم الأماكن حاليا. لايف سايكل بتاعتها زيها بالظبط زي البلهابسة هوماتوبيا، لكن الإيج الأوف بوزيشن بتاعها بيبقى موجود في الميزنتريك بلكسس، وبالتالي الإيج بتنزل فين؟ بتنزل في الستول. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان الإيج ليها lateral spine عشان كده هي ونازله في الاسطول ممكن برضو تعمل نوع من الديزنتري او نوع من الاعراض. اللايف سايكل ذات اوف شيستوما هيماتوبيوم اكسبت ذات انتر ميديت هوست عباره عن بينفلال الكسندرينا والاوفي بوزيشن بيتم في الانفيرور او ميزنتريك بلكسس والايج بتبقى ار الونجيتد اند باسس لاترال سباين باسدين ستول. يبقى الشيستوما منصوناي زيها زي الهيماتوبيوم فيما عدا ان الايج بتنزل في ستول وليها لاترال سباينز والقوقع اسمه بينفلاريا الكسندرينا وتعيش في المزنتريك ابلس.
الباثوجينيز والسمت. الايج سكاب والسبيس برودوسنج ديزنتري، يعني اول اعراض هي من ضمنها ديزنتري سيمبتومز ابدومينال كرامب ودايريا وذ ميوكس اند بلاد ان ستول بينفول باسنج اوف ستول. ان كرونيك كيس تعمل ريكتر بابيلوما فيستولا وريكتر بولابس ومالجنسي وهيباتو سبلينومينجلي وذ اسايتس. خلي بالك انها بتعمل هيباتو سبلينومينجلي وذ اسايتس اللي بيسموه ايجيبشن هيباتو سبلينومينجلي والسيرجيال فاريسس وهيماتيمسيس ممكن يبقى موجود فيها. دايجنوزز بكلينيكال بيكشر الستول، هنشوف اللاترال سباين زيج اهي، هي في السباين دي، هاي السباين دي بنسميها لاترال سباين ايج. ممكن اعمل كولونسكوبي وممكن اشتغل سيرولوجي، ممكن اعمل هاشينج تيست عشان اقيم التريتمنت بتاعي. البرازيكوانتيل از ذا دراج اوف تشويس. ادي شكل هيباتس بلينوميجالي وذ اسايتس، وادي النزيف اللي بيتم نتيجه الهيموميتيزس. ديفينشن اند كنترول فور مان، لازم نعمل للبني ادمين ماسيف تريتمنت، نمنحهم نعمل له يورينيشن وديفيكيشن في الكنالز بتاعت المي، نعمل لهم نديهم كلين ووتر عشان يستخدموها. افول سومنج امبوز في القرى، في القرى العيال بتستحمى في الترعه كده وشكله مش كويس. وهيلث اديوكيشن للناس اللي موجوده، ونرفع المستوى المعيشي للناس اللي ديفت فوز. لكن الانترميت هوست سنيز، سنيز لازم نحط لها خريطه ل او دي فور انترميديت هوست. لازم نعمل اللي هو القوقع ده، لازم لو احنا شلنا القوقع ده مش هيبقى عندنا بالهرسم اصلا. فبنعمل بريد كلوجر اوف اريجيشن كانالز، وبنعمل بيولوجيكال كنترول للسنيز، وممكن نعمل ساكلين كيميكال مونوسكسايد لعمليه مقاومه القواقع. بعض الاحيان بيبقى في حاجه اسمها سيركر درماتايتس. سيركر درماتايتس او بيسموه سويمنج اتش، هو انفيجن اوف ذا هيومن سكين باي نون هيومن سيركاريا زي البير شيستون والانيمال شيستون ان فريش اور مارين ووتر. السيركاريا بنتريز ذا هيومن سكين بات زي كانوت توسس بيلو ذا سكين. في احنا قلنا السيركاريا بتعمل دلتريشن، وبعدين البودي بيدخل والتيل بيقع ويمشي مع البلاد سيركيشن ويروح لغايه البورتال فين، ويدي لي ادلت ميل ادلت ميل وادلت فيميل في الشيستوم العاديه بالنسبه لهم. لكن بالهرسه بتاعت الطيور لما بتدخل في السكن بتتوه، بتفضل في السكن موجوده، ما بتمشيش عن في السكن، فبتعمل لي اتشنج واوديما وسكانر ايرابشن، وتعمل لي ممكن يحصل لها سكندري انفكشن، وده بنسميه سيركاريار درماتيتس. سيركاريار درماتيتس. كل سنه وانتم طيبين. وكده يبقى احنا خلصنا التريماتود تماما، وان شاء الله في موعدنا مع محاضرات السيستود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بوي.